السلام عليكم، اهلا بكم في قناه شيوات لمياء. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم طبق كيجي لذيذ بزاف. انا شخصيا كنحماق عليه وكنستمتع لا في الطياب ديالو ولا في الاكل ديالو. خليكم مع الفيديو. اول حاجه غنبداو بها هي لاصوص. غادي نحتاجو واحد 4 ديال الحبات مطيشه متوسطين، انا طحنتهم، ممكن تحكم الا بغيتو. المهم انا مطيشه خاصها تكون بكميه لا باس بها، حيت ضروري داك اللازان خصو يجينا عامر بلاصوص. الوغ عندي بالنسبه للعطريه عندي واحد الملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الكمون، ملعقه صغيره مع مرش ديال البزار، معلقه ديال الفلفل الاحمر اولا البابريكا، ومعلقه صغيره ديال البودره ديال الثومه. تقدروا تعوضوها بزيت ديال الطروس ديال الثومه. عندي شويه ديال الزعتره، واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. دونك غادي ندير العطريه كلها، وديك الزعتره غادي نحكها في يديا. وغادي ندير زيت الزيتون وغادي نخلي كلشي كيطيب. بالنسبه للمطيشه حتى كتبدا تطيب عندي لاصوص، عاد كنضيف مطيشه وكنضيف عليها واحد 4 كاس ديال الماء، وكنعاود نخلي مطيشه كطيب واحد شي شويه. بعد ما كنضيفو مطيشه الحك وداك 4 كاس ديال الماء، المطيشه ديالنا كتختار كترجع لها هذا الشكل. دابا غادي ندوزو لقادو الكفته. كناخد واحد الكميه ديال الكفته على حسب عدد الافراد العائله ديالكم. انا هنا تقريبا خديت نص كيلو زيت شي شويه، عندي شويه الملحه، واحد معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر بابريكا، معلقه صغيره ديال الثومه، عندي معلقه صغيره عامره ديال البودره ديال البصل. ممكن تعوضوها بواحد البصله محكوكه تحكوها في الحكاكه الرقيقه. عندي واحد معلقه صغيره ديال عامره ديال البودره ديال الثومه اللي تاهي تقدروا تعوضوها بواحد جوج طريصات ديال الثومه. غادي نشعل البوطه ديال الكفته وغادي ندير معاه واحد الخويط ديال زيت الزيتون. بالنسبه ليا انا الكفته خديت فيها الشحمه، واحد النسبه ديال الشحمه كتجي لذيذه الكفته بالشحمه، ماشي بحال اللي كتكون ريجيم. وغنضيف العطريه ونخليها كتشحر مزيان. من بعد ما كتشحر عندي الكفته ما كيبقاش فيها الماء، كنضيفها على مطيشه اللي طيبنا قبل، وكنخليو كلشي كيطيب مع بعضياتو، كيزيدو يكملو الطياب مع بعضياتهم باش كينسجمو العناصر بيناتهم. اي واحد 5 دقائق ما كاملاش كنشوفوها كتبقى تغلي لنا الكاسرونه هكاك. دابا في كاسرونه اخرى خديت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نذوبها، معلقه كبيره عامره ديال الزبده غادي نذوبها، وغادي نضيف عليها جوج معالق ديال الطحين كبارين باش نديرو لاصوص بيشاميل. غادي نحرك مزيان داك الطحين باش ينسجم ليا مع الزبده، وغادي نخليه شي شويه كيطيب. من بعد غادي نبقى نضيف نص سطرو ديال الحليب بالتدريج، غير بشويه بشويه باش ما كتكورش عندي لاصوص بيشاميل وكتنجح معايا. كندير كل مره كندير واحد شويه حتى كنسالي الكميه ديال الحليب كامله اللي عندي. بعد ما كنضيف الكميه كلها ديال الحليب كندير شويه الملحه، شويه ديال البزار، واحد 4 ديال الكوزه كنحكها، واحد 4 ديالها كنحكو، وكنخلي كلشي كنحركو، كنخلي كلشي حتى يعقد عندي الخليط. بالضروري مع التحريك ما كنحيدوش يدينا من المعلقه ومن التحرك. حتى كيصبح عندنا القوام ديال البيشاميل على هذا الشكل، هذا كيف تيبان لكم في الفيديو. دابا في المرحله المواليه غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال الريكوتا، ناخذ واحد 50 غرام ديال البارميزان، واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس.
وشويه الملحه والبزار. الملح والبزار ما كنكثرهمش باش كنخليو داك البارميزون كتبقى داك داك المذاق ديالو ما كنغيروش. دونك غادي نمعك هذيك الريكوتا مع مع داك البارميزون والمعدنوس، ونضيف عليهم العطريه ونخدم كل شيء مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم مزيان مزيان. ودابا صافي من بعد ندوزو باش نقادو لازاني. صافي دابا كلشي وجد عندي. لاصوص طوماط هانتوما من بعد ما كنطفي عليها كتشوفوها كيفاش كتجي معلكه، كتجي لذيذه هاد لاصوص ديال الطوماط بالكفته. لا بيشاميل ها هي، هذا ديال الريكوتا مع البارميزون، وهنا خديت شويه البارميزون مع شويه البازيليك. هذاك الحبق الا ما عندكمش ماشي ضروري، يعني تقدروا تستغناو عليه. وبيان سور عندنا لي لازاني، هاد العجائن اللي تيكونوا هكا طوالين. بالنسبه ليا انا ما غاديش نطيبهم، دونك غادي ناخذ نيشان فلاطا، غادي نفرش واحد شويه ديال الكفته لاصوص الكفته، وغادي ندير لي لازاني، ومن موراهم غادي نفرش عليهم واحد الطبقه ديال البيشاميل، وغندير هذيك الريكوتا مع البارميزون المدنوس، وانا عاود ندير واحد الفرشه اخرى ديال الكفته بمطيشه. غادي ندير عليهم شويه البارميزون مع داك الحبق، داك الحبق ماشي ضروري ديرو. نعاود ندير فرشه اخرى ديال لي لازاني، فرشه اخرى ديال البيشاميل الريكوتا، ونبقى غادي على نفس الطريقه تنكمل كاع لي صوص اللي عندي. الطبقه الاخيره كندير لي لازاني، وكنخلي واحد شويه ديال لابيشاميل اللي غادي ندير من الفوق، وغادي ناخذ واحد 50 غرام ديال الفرماج احمر وغنديرها من الفوق. بالنسبه للبارميزون تقدروا تعوضوه بالفرماج احمر الا ما توفرش عندكم بارميزون، غير هو تيبقى لذيذ اكثر من الفرماج الاحمر. الشكل النهائي ديال الطبق بعد ما كنخرجوه من الفران، كندخلوه حتى تيتكغاتينا لنا داك الفرماج الاحمر من الفوق، وكيرجع وكيطيب لنا لي بات من الداخل. يعني كنخليه واحد المده ما بين 20 حتى 30 دقيقه كيتحمر عندنا اللازاني، هاد كيتحمر عندنا كيرجعوا بهذا الشكل هذا، كيجيو لذادين بزاف هاد لي لازاني. انا قطعت لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي. وكيف دائما الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم، ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم، تشاركوها مع اصحابكم والعائله ديالكم. واللي مازال ما تابوناش في لاشين يضغط على الزر ديال سابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد اللي كندير. شكرا، السلام عليكم.